دي انا بجدد الترحيب بحضراتكم مره تانيه. فرد امن باحد المولات الشهيره يتحرش بزوجه اللاعب امام عاشور. النيابه العامه بالشيخ زايد تحقق في واقع تحرش احد افراد الامن بمول شهير بزوجه اللاعب امام عاشور، وذلك بعد تعدي لاعب الاهلي على فرد الامن بالضرب دفاعا على زوجته. ما القصه وماذا حدث بين امام عاشور وفرد الامن ولاين وصلت التحقيقات؟ هذا ما سوضحه الان من خلال تغطيتنا. تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بمول شهير لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب. وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات إن المحضر عرض على النيابة ويتم فحصه لتحديد جلسة للاستماع لفرد الأمن المجني عليه، والذي أرفق تقريرا طبيا بالمحضر يفيد إصابته بكدمة في الرجل. وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم. وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ. وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول. وشرحت التحريات أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض. وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد. وحرر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي محضر في قسم الشرطة ضد فرد الأمن واتهمه بالتعدي عليه بالضرب ومعاكسة زوجته، كما قام فرد الأمن بتحرير محضرا اتهم فيه إمام عاشور أيضا بالتعدي عليه بالضرب. وقال إمام عاشور أنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة، إلى أنه بعد عودته فوجئ بزوجته تخبره أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه إليه ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وحضر خلالها شقيق زوجة إمام عاشور. ومن جهة أخرى قالت المصادر أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يحرر محضرا في قسم الشرطة في البداية اتجاه فرد الأمن وغادر المول بعد تدخل بعض الأطراف للتصالح بينه وبين فرد الأمن، إلا أن فرد الأمن توجه لقسم شرطة الشيخ زايد وحرر محضرا وأرفق تقريرا طبيا بالإصابات. وتابعت المصادر أن بعض الأطراف في المول تدخلوا لفض المشاجرة بين إمام عاشور وفرد الأمن، ثم غادر عاشور المول التجاري، وبعد ذلك توجه فرد الأمن لتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب. هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا، لكن ما زالت متابعتنا للأحداث مستمرة على مدار اليوم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.